بث أستاذنا أنهت اليوم الجمعة ثاني أيام مرافعاتها في القضية أمام محكمة العدل الدولية التي رفعت عتها ضد دولة الاحتلال الصهيوني. قيمة الحدث ودلالته. يعني بالتأكيد هذا حدث تاريخي، أن تجرجر دولة الاحتلال إلى محكمة العدل الدولية في الهاي، ومن طرف دولة مثل جنوب أفريقيا برصيدها الأخلاقي والتاريخي. نعم. كدولة واجهت نظام الأبارتايد وفككت نظام الأبارتايد التمييز العنصري، والآن التفتت إلى ملف آخر يعني توفر فيه كل مواصفات وكل أركان معناها جرائم التمييز العنصري وحرب الإبادة الجماعية، فجرجرت دولة الاحتلال لمحكمة العدل الدولية. هذا موقف أخلاقي، موقف سياسي يسجل لصالح جنوب أفريقيا في الوقت اللي العالم العربي ما يسمى بالنظام الرسمي العربي وما بقي من النظام الرسمي العربي يعني تخلى على كل مسؤوليته السياسية والتاريخية وبعيد عن قوانين التاريخ والجغرافيا. فأن تأتي دولة مثل جنوب أفريقيا وتتصدر يعني الصف، تتقدم في الصف، فهذا يعني شيء مشرف، هذا تاج على صدر يعني جنوب أفريقيا، ويعني يضيف من رصيدها المعنوي والأخلاقي والسياسي. نعم.